السلام عليكم، مرحبا بكم حلقة جديدة من شواطئ بلادي. اليوم جينا لواحد الشاطئ من أجمل الشواطئ هنا في لا ريجيون ديال تطوان اللي هو كابو نيغرو. اليوم غادي نتعرفوا على كابو نيغرو والمرافق ديال كابو نيغرو. يلا خليكم معنا غندوزوا النهار زوين هنايا. اليوم غنديروا فيديو خفيف ظريف على شاطئ كابو نيغرو. هذه هي الدخلة الرئيسية ديال الشاطئ اللي هنايا كاين واحد الرومبوان، الطريق اللي كتجي منها هي اللي كترجع، صافي ما كايناش شي طريق واحد اخرى. وكاين هاد لا ريزيدونس هنا، الباب كتدخل من هنا الا بغيتي تدخل من هنا، وكاين هاد الدروج هادو الا بغيتي تهبط من تما ديريكت للشاطئ ولا بغيتي تدخل من هنا. ماشي كاينين جوج ديال الطرقان. وبالنسبه هذا هو الشاطئ ديال كابو نيغرو اللي هو الراس الاسود. كيتعتبر شاطئ كابو نيغرو من اجمل وارقى الشواطئ هنايا بلا ريجيون ديال تطوان. هاد المنطقه ديال كابو نيغرو فيها بزاف ديال المركبات السياحيه هنايا، ما كاينينش ديور عاديين سكنيين، اكثريه مركبات سياحيه. وبالنسبه للرمله ديالو نقيه والماء ديالو صافي اللي كيشهيك تعوم. دابا غادي نمشيو نضربو احسن عومه. الحاجه اللي زوينه في شاطئ كابو نيغرو هي ما كاينش الغرق، واخا تمشي واحد 20 متر كتوقف على رجليك ما كاينش الغرق. وبالنسبه لهذا شاطئ بريفي هنايا بكابو نيغرو اللي فيه هذا الميدالات هادو ديالو، وفيه لي روليكس، وفيه هاد الزوارق الشراعيه، وفيه البلاكيت ديال السورف اللي بغيتي تلعب فيه. كلشي محسوب هنايا على حساب هاد البلاج بريفي. وفي جنب هاد البلاج بريفي كاين واحد الكيوسكي كري لي جيت سكي، الثمن ديال الساعة 1200 ونص ساعة 700 درهم، و 400 درهم 4 ساعة. وبالنسبة للكرا كاينين هاد الديور هادو هنايا، كاين اللي كيتكرا ابتداء من 500 600 700 درهم ابتداء من هاد الثمن هذا. وكاين لي كومبلكس اللي كيكون فيهم بيسينا، هادو كيكونوا غاليين شويه بالخصوص في الصيف ابتداء من 1200 على حسب الجوده ديال الكومبلكس. بالنسبه هادي القهوه الوحيده اللي كاينه هنايا، كدير مطعم وكافي هنايا، هادي الوحيده اللي كاينه هنايا في البلاج. وكاين واحد جوج ديال لي كيوسك الا خاصك شي حاجه، ولكن ما عندهمش الماكله. وبالنسبه للباركينغ، هذا هو الباركينغ الوحيد اللي كاين هنا في كابو نيغرو. الا كان عامر ما عندكش فين تباركي، لان داك الرومبا اللي وريتكم قبيله راه هو التالي، خصك تولي ترجع منين جيتي تماك تطلع تقلب على شي باركينغ وتحط الطوموبيل ديالك. وبالنسبه للتاكسيات الكابو نيغرو ما كاينش التاكسيات، تيكونوا غير في الصيف من تطوان كيعمروا في الجهه ديال الشلال، كيكونوا كيعمروا شهر 7 وشهر 8 وحتى شهر 6. وبالنسبه الا بغيتي الطاكسي خصك تمشي للمارتيل، تيكون تماك التاكسيات موجودين.